ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، وهو في بداية السنة الهجرية. حين جاء الإسلام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فرحا بنجاة موسى عليه السلام من فرعون وجنوده، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان ذلك في أول السنة الثانية، فكان صيامه واجباً، فلما فرض رمضان فوض الأمر في صومه إلى التطوع. وإذا علمنا أن صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة، تبين لنا أن الأمر بصوم عاشوراء وجوباً لم يقع إلا في عام واحد. تقول السيدة عائشة: فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صام، أي عاشوراء، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك. ونذكر لكم في هذا الفيديو أربعة أحداث عظام وقعت في يوم عاشوراء، وهي كالتالي: التوبة على آدم عليه السلام. في هذا اليوم تاب الله على سيدنا آدم، وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه سيدنا آدم إلى الأرض. وعن توبة أبينا آدم يقول الله تعالى: وعصى آدم ربه. وقال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وأخبر الله تعالى عنه وعن أمنا حواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نجى الله نوحا من الطوفان. في اليوم العاشر من المحرم نجى الله سفينة سيدنا نوح عليه السلام من الطوفان. وسيدنا نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى قوم كفار، وظل يدعوهم إلى الإسلام 950 سنة، وهم يكذبونه ويسبونه ويضربونه أحياناً حتى يغشى عليه. ثم الله تعالى أوحى إليه قال له: لا يؤمن أحد من قومك إلا الذين آمنوا قبل هذا، وكان آمن معه قبل ذلك نحو 80 شخصاً ما بين رجال ونساء. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يصنع السفينة ويركبها هو ومن آمن معه، ويأخذ معه من كل جنس من الكائنات 2 ذكراً وأنثى. وأرسل الله تعالى ماءً من السماء على خلاف العادة، أخرجت الأرض ماءها 40 يوماً، وارتفع الماء حتى غطى كل جبال الدنيا، وعلى فوق أعلى جبل في الأرض مسيرة 15 ذراعاً. أغرق الله تعالى الكفار كلهم، ثم ظل نوح ومن آمن معه في السفينة 6 أشهر وأياما. وفي هذه المدة أخذتهم السفينة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، إلى حيث الجمرات، ثم إلى الكعبة أي موضعها، وطافت بهم 7 بين الصفا والمروة، أي إلى الأماكن التي الحاج يدور إليها. نجاة موسى من فرعون. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في يوم العاشر من المحرم نجى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق، وكان قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى. فخرج سيدنا موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. فلما وصل إلى البحر أوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقاً، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن كان معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بعدده وعدده، فأمر الله البحر أن يلتطم، فالتطم عليه هذه الأمواج، فهلك هو وجنوده، ونجى سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين. لذلك ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون يوم العاشر من المحرم، وعلم أنهم يصومون ذلك اليوم شكراً لله على نجاة سيدنا موسى، فقال: نحن أولى بموسى منهم، وأمر بصيام ذلك اليوم، محتسباً أن يكفر الله لمن صامه سنة قبله. غزوة ذات الرقاع. في يوم عاشوراء وقعت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن معه من أصحابه 700 مقاتل، يريد قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، وكانوا قد غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا 70 من الدعاة الذين أرسلهم النبي للدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الناس الخير. وبعد أن تهيأ المشركون لقتال النبي وأصحابه،
لما علموا بخروجه وتقارب الفريقان قذف الله الرعب في قلوب قبائل المشركين، فهربوا تاركين وراءهم نساءهم، فلم تقع حرب وقتال، وكفى الله نبيه ومن معه من الصحابة شر هذه الجموع الكافرة، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة لفوا على أرجلهم الخرق بسبب ما أصابهم في هذه الغزوة من جراح تساقطت فيها أظافرهم لما اصطدمت بالحجارة والصخور. استشهاد الإمام الحسين. في اليوم العاشر من شهر محرم في 61 من الهجرة جرت حادثة مروعة مفجعة ومصيبة كبرى فظيعة ألمت بالمسلمين وأفجعتهم وملأت قلوبهم حزناً وأسى. ففي يوم الجمعة في 10 من شهر محرم قتل سيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين ابن علي بن أبي طالب، حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنته السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها، على أيدي فئة ظالمة. فاستشهد الإمام الحسين وهو ابن 56 سنة، وهو الذي قال فيه سيدنا الرسول وفي أخيه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسين والحسن قائلا: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال صلى الله عليه وسلم عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل العراق سأله عن المحرم في الحج الذي يقتل الذباب، فقال: أهل العراق يسألون عن قتل الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتايا من الدنيا.